الشعر، ست الكل النجمات. سلمى المصري. أربعتاشر مرحبا، حلقة لطيفة ولذيذة، وبتعرف أنا كتير بحب الحلقات أو البرامج اللي على الهواء، بحسها أنه هيك بتطلع خفيفة الدم وبتمضم بسرعة، يعني ما بتحس بالوقت فيها، بينما كانت حلقة مسجلة بتلاقي بتحس أنه في وقفات وكذا، بتحسها طويلة، بس لأنه فيها حركة وما شاء الله عليها شكراً، يعني كلها حيوية ونشاط، بتعطي جو، بتعطي هيك شيء حلو للبرنامج يعني، فما حسيت بالوقت. أنا بتمنى أنه يكون في عمل مسرحي جماهيري، عمل حلو، عمل فيه كوميديا، فيه شيء يستمر سنوات ممكن، يعني كتير حلو. بس اللي صاير أنه أغلبنا عم يكون ارتباطاتنا بالأعمال التلفزيونية، والأعمال التلفزيونية بتاخد وقت تصوير ليلي ونهاري وكذا، فهذا بيربطك أنه المسرح له توقيت معين، له وقت معين بالعرض، فكتير أيام بيكون التصوير عندك 14 ساعة، فأنت بتصور بالليل وبالنهار، فهذا اللي عمي يعيق هاي القصة. ذكرياتك أنت وإخواتك خلص بتتلاشى، بتضل بس بالدماغ ونتذكرها وقت الفرح أو وقت الحزن، بعيد الشر عن حضرتك، ولا لا هي طول الوقت معنا؟ لا طول الوقت معنا، وخاصة هلأ يعني أنه أنت بتضلك تتذكرهم، بتضلك عم تحاكيهم كل يوم وتتطمن عليهم شو أكلوا شو عملوا شو ساووا وين راحوا وين إجوا، يعني بشكل دائم أنت على تواصل، يعني ما كان مثل قبل مثلا أنه هنين بعاد ما بتشوفهم، تكتب رسائل أو ولا تحكي تليفون أرضي مثلا تطمن عليهم، لا هلأ صح هنين بعاد وقراب، يعني دائما معهم. فأنا بس بتمنى أنه مو نكون بس على الواتس ولا على أي تليفون أو شيء، لا أنه نكون كلياتنا بشهر رمضان، وخاصة رمضان بالذات أنه نكون مجتمعين كلياتنا مثل ما كنا قبل زمان، يعني أنه وقت الإفطار العائلة كلها بتجتمع أول يوم على الإفطار عند الأهل، عند الأم والأب. يا رب تتحقق هاي الأمنية. بسؤالنا الأخير مدام سلمى، حكيتين عن سلمى الصغيرة حفيدتك، خلي لك ياها، أنه في بوادر، ما حنقول في يعني شيء ظاهر تمثيل، إذا بالفعل مثلا بعد 5-6-7 سنوات أو أكثر قالت لك أنا أوكي بدي أدخل مجال التمثيل، شو أول نصيحة بتقلي لها؟ أولا أنه تجتهد، تحب هاي المهنة، هاي المهنة بده الواحد يكون حاببها وصادق معها ومرتبط فيها، وهي المهنة أخلاق وإنسانية قبل أي شيء. يعني مدام سلمى قد ما طال الحديث معك ما بنقدر نشبع منه، بس ما بدنا نأخرك أكثر، تعبتي أكيد، يعطيك ألف عافية، شكرا كثير، نورتيني نار FM. نار تسلم لي، شكرا كثير، شكرا على جهودكم، وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح لكم دائما، شكرا.